في ميزات. العيوب العيوب اكثر، هنيجي نشوف بعد كده في السلايد بعد كده هنلاقي العيوب اكثر. الميزه بتاعته انه طبعا جميع الشركات بتستخدمه، جميع الافراد واحنا كل الناس. هما ايه بقى اساسيته؟ دعم زبون اليوم ليحصل على القرش نحصل منه غدا على 100 قرش. دلوقتي لما احنا ناخد النسخه اللي هي تبقى نظام ايه؟ ناخدها فري بقى وبتاع والكلام ده وننسخ من بعض والكلام ده، هو مفيش مشكله عنده خالص. حته بقى السيريال نمبر والكراك والبتاع والكلام الشغل اللي احنا عارفينه ده، وناخد اكتيفيشن تنشيط اللي هو من مش رسمي. هما النهارده بيخلونا احنا كلنا نعتاد على مايكروسوفت ونعتاد على المنتج. بعد كده الشركه لما عجبت طبعا كلنا حاضرين واساتذتنا ورؤسائنا عارفين الكلام ده كويس اكتر مني. لما حصل تحديث الدي سي اس الشركه صرفت 6 مليون جنيه سنه كام؟ 2013 2010 في دبي. طبعا ايه؟ خلاص بقى انت اصبحت مسيطر على العالم، فهم عندهم احتكارين. طيب هو دلوقتي ليه بقى لينكس احسن؟ لينكس احسن اول حاجه مجاني فري ببلاش. تاني حاجه ليه واجهه جي يو اي، واجهه رسوميه، مش كله نصوص او كلها شاشه تيرمينال تكتب اوامر زي بتاعت دوس في الافلام دي، لا فيها شاشه عاديه خالص. وانا اقول لحضرتك بعض الميزه، ميزه خطيره كمان هقول لحضرتكم عليها دلوقتي ان شاء الله. طبعا لينكس منظومه جميله جدا. شركه وسط دلتا طرفه حوالي 2013 كنت متابع الويب سايت بتاعها، بداوا يتبنوا منظومه لينكس. يعني بداوا هم يشتغلوا على لينكس. لينكس ليه؟ فري ستيبل ثابت امن، مفيش فيروسات، الفيروسات دي لا تعمل فيه، لا تعمل في البيئه بتاعته نهائي. يعني بالتالي هيستخدم موارد اقل، بروسيسور اقل، رامات اقل، كل ده اقل، موارد اقل، وبالتالي مش هيحتاج مني كمبيوترات بي سي عالي، يبقى كل البرايس بتاعها غالي، ثمنها غالي. هقول لحضرتك ميه. بفضل دلوقتي في عندنا لابتوب او ديسك توب الهارد بتاعه باظ وعايزين نشغل الكيسه ضروري. لينكس يحل لنا المشكله دي. عملنا الحركه دي عندي في المكتب تحت عند الحاج معتز، معتز تحت في المكتب عنده، كان الكيسه عنده فيها مشكله، الهارد ده كانش موجود خالص. شغلت بفضل الله عن طريق فلاشه لايف، يعني ايه؟ مش لازم ينزل انستول عليه، يعني مش لازم ينزل تثبيت. هقول لحضراتكم ايه ليه لينكس احسن ان شاء الله في الخطوات الجايه. لما جيت شغلت الجهاز شغلته كانه خلاص واجهه رسوميه، ويندوز كامل، اوفيس كامل، كمان نازل اوفيس معاه. الميزه الخطيره يا جماعه كمان ان هو بيتم تعريفه، ما انتش عايز درايفر، ما انتش عايز تعريفات. دي مشكله الويندوز حتى الان، حتى 2011، حتى اللي هو ويندوز 11 ويندوز 11 في مشكله الايه؟ في مشكله التعريفات، ديسبلونت التعريف، ودي مشكله وحتى الان احنا بنعاني منها جميعا، كل الاقسام بتعاني منها. تمام؟ وانا ملاحظ جدا ولان انا ايدي في الموضوع مع حضراتكم في الاقسام. اللينكس لا، لينكس لو طابعه قديمه جديده سكانر كاميرا اي قطعه ديس هاردوير اي قطعه، بالتالي صدقوني وعلى التجربه هيعرفها اوتوماتيك، يعني انت مش محتاج اي تعريف. بالرغم من كده كمان عنده ستور زي نظام جوجل كده، جوجل بلاي عنده ستور تقدر تحمل منه تطبيقات، ده بالاضافه انت ما بتنساش وتجيب التطبيقات اللي انت عايزها. منه ثلاث توزيعات، يعني يوبنتو، سانتوس، ديبيان، كل المواد، كل هو في ثلاث نسخ اساسيه، يعني في ثلاث توزيعات 3 ديستريبيوشن، ثلاث توزيعات ديبيان وريد هات و والار بي ام اللي هي تبع ريد هات وريد ايه والنسخ اللي ثانيه. في نسخ كتير في لينكس مينت وحاجات كتير. ال وين ممكن نحاول ننتقل للباشمهندس برضه؟ عندي شوية كده يعني. هو طبعا في عيوب، يعني مفيش حاجه كامله في الدنيا كمان عالم، يعني مفيش حاجه جايه من السماء حاشا لله الا القران الكريم كمان عالم. طبعا في عيوب ان طبعا برامج كتير ما بيشتغلش عليه من ويندوز، لكن هو في حاجه حلوه هم حاولوا برضو يعالجوا الثغره دي، ان في عندهم ايميليتور بحاجه يقدر يشغل تطبيق ويندوز كله. يعني لو احنا كنا في الشركه عندنا معلش جينا وجبنا لينكس لهوت وشغلنا عليه المحاكي، كنا نوفر فلوس جدا من نظام التشغيل اللي نازلين عندنا دلوقتي في الاكس بي اللي هو منزلينه دلوقتي. كنا شغلناه وعملناه وحتى حوشنا نفسنا من جانب من المبلغ، يعني كنا وفرنا فلوس والله، مش كنا عشان وفرنا ولا حاجه. تاني حاجه لما بنشتري برضو الاوفيس والويندوز شوفوا بيدوا فلوس قد ايه، فلوس كتير، السوفت وير اغلى من الهاردوير نفسه. وكمان الانتي فايروس البرامج اللي هي ضد الفيروسات طبعا دي بتفلوس وبتكلفه، سواء افيرا ولا ايا كان نوع الشركه، افست، كله يمكن اكثر من 20 انتي فايروس موجود في السوق.
دي كلها برضه فلوس ماديات. عيوبه ان هو برضه ما بيشتغلش بعض الجيمز والالعاب والحاجات اللي هي التسليه اللي هي الانترتينمنت بتاعت ويندوز. يعني مش هتلاقيه زي ويندوز قوي يعني. هيشتغل اوفيس، هيشتغل وورد، هيشتغل اكسل، هيشتغل باوربوينت، هيشتغل كل حاجه من غير ما تنزل حاجه. ما فيش كل حاجه فري، كل شيء فري. باب الفري ده هو ده الباب بندرسه. دي مدرسه الفري. مدرسه الفري ما فيش حاجه تدفعها، ما فيش اي فلوس. طبعا زي ما حضراتكم شايفين كده في اصدارات، في اليمنت قدام كنت منزله برده وقعدت اشتغل عليه جميل جدا. ساندوس انا بحب برده، بحب دايما اجرب الجديد. دايما الواحد يعني يجرب الجديد، ما يعني توقفش عند منظومه معينه وتفضل واقف. لا، لازم تواكب العصر. كل ما حضرتك بتواكب العصر بتتم تطويرك انت نفسك، بتتطور هو دماغك. احنا في المحاضره دي كما يعني حضرتك تعرفوا اكتر مني، احنا بنكتسب اربع حاجات: سكيلز، مهارات، اتيتيود، سلوكيات او بيهافير. زي ما الشيخ محمد قال عندنا ابيليتي، قدره على الاقناع بالتقنيه الاخرين الموجودين، والمهارات بقى اللي هي المهارات سكيلز احنا قلنا، وفي كمان ايه اللي هي السلوكيات عندنا تمام كده، والقناعات بقى. قناعاتك انت بتغيرها، بتغير انت نفسك كحتى مدرب. طبعا الكيرينيكس من انظمه التشغيل اللي بيعملوا بها زي نظام ايه تيست كده على المؤسسات، يشوفوا الامن بتاعها ايه. الامن مش امن اداري، امن السكيورتي بتاع البرمجيات. في بنوك بتخترق، في سايبرات بتخترق، احنا بنسمع كل الكلام ده. هم بقى بيجيبوا كل لينكس ده وبيتم تطويره كل فتره. دي بقى شوفوا ده التطوير، وشوفوا المجتمع الكوميونتي. الكوميونتي المفتوحه مش مجرد شركه محتكره. لما جت احتفلت شركه مايكروسوفت منتجات، كان في برنامج كده بالمناسبه، برنامج اسمه نافيجيتور اللي حضرتك متابعين حته الهيستوري القديمه الثالثه. فكان هم طبعا الحكومه الامريكيه قالت لا، احنا لازم مفيش حاجه اسمها واحد يعيش والتاني يموت، لا انا لازم الناس كلها تعيش. راح مدخلين وموقفينها وبداوا يتدخلوا في قرارات. هم خلاص هيمسكوا السوق، هيمسكوا البنوك، ممكن زعامة على البلد، وممكن لهم قرار سيادي على البلد، ما تعملوش دي وتعملوا دي. فهم ما سمحوش كمجتمع امريكي راس مال، ما فتحوش يعني، ما سابوش السكه كده ايه كله، لا لا كله لازم ياكل عيش. هي دي عشان موضوع الاحتكار، الاحتكار ده ممكن مشكله. اما هنا ده فري، كل ده فري. كده الاكس زي ما قلت لحضراتكم ان هو بالايديتنج جديده. دعم الفن ضعيف، طبعا هي ما شركه واحده، اما ديكم كلهم لينكس بيشتغل في كل الشركات. بيوفر فلوس زي ما قلنا، ومفيش بايرنسات، ومفيش موارد كمبيوترات عاديه بيشغلها الى اخره. يعني موفر جدا فلوس ملايين. عدم استقرار النظام طبعا دي مشكله ويندوز حتى الان. ممكن تلاقي طفي فجاه تريك راح في كل ملفاتك انت شغال فيها، لو هو كان ديسك توب كهرباء قطعت خلاص راح. المشكله دي ان هو حتى الان هم لازم يكون الجهاز مواده كتيره، يعني البي سي المذر بورد تكون حلوه جديده، الرامات طبعا الرام 4 و5، الدايركت اكس اللي هو طبعا عشان يشغلوا الجيمز والالعاب، خاصه الناس بتجيبها عشان جيمز الفيفا والالعاب والكوره، لكن هو مش بتاع شغل قوي. وانا دلوقتي انا بشبهه زي ما كانت حلقه. اما لينكس لا، عده ادوات، شنطه والله العظيم شنطه مهاجله. هتقول ده محمد ده هو ممكن انت عايز واحد مختلف قوي عشان هي تيجي تتفرج. مفيش حد بيتولد على طول عايز كل حاجه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ايه؟ الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. فهنا الانسان فينا كل ما بيتدرب ويتعلم، كل ما بيزداد ثقه في نفسه، كل ما بينمي مهاراته. احنا هنعرف تمام. احنا جينا عشان نغير نفسنا، نغير فكرنا. الدوره دي على فكره مهمه جدا، على فكره اعوذ بالله انا حاولت الدوره دي اونلاين على فكره، لكن استفدت منها جامد. وحتى يعني لما جيت اشوف الباشمهندس محمد عنها كان في عندي خلفيه ولو بسيطه، فهي فعلا بتغير الانسان، بتغير في شكله ومظهره وفكره في حاجات كتير، في نمط حياته برضه وهو في العمل. نعدل السلايس طبعا. اخر حاجه طبعا كان عبد الله الفقير. ارجو ان انتوا حضراتكم تكونوا الله ينور. اكثر من 6400 كور بروسيسور شغالين مع بعض. بانيلات واقفه كده، بانيلات، دواليب واقفه، دواليب ذاكره، دواليب بروسيسورات مربوطه مع بعض. ده انا شفته. محمد انت ذكرت لينكس وويندوز، وده ليه مميزات وعيوب، وده ليه مميزات وعيوب، مظبوط؟ صح. طب انا هسيب واحد مميزات وعيوب واروح لواحد ثاني مميزات. عشان التعود، ما هو انا قلت لحضرتك الاول هو قال لك ده عزونا اليوم يحصل على القرش، خدنا الويندوز. ما ده برضه حبيت وفي يوم من الايام يعني نفس الفكره، هو ده برضه عاوز يكسب. اصل ديك شركه واحده سوشير، شركه واحده اللي شغاله، شركه واحده متفكره، هي ماسكه كده زي ابل برضه نفس الفكره. شركه واحده ماسكاها على فكره. ابل بقى اسوأ من مايكروسوفت،
شفت بقى يعني الاسوأ اكثر مين؟ ابل. ليه؟ لان ابل لما تيجي تعمل تحديث عايز كل مره تحديث تدفع فلوس طبعا عن طريق انت بالفيزا. ايوه انا قصدي اللي هو نيكس ده لما يتمكن ويبقى ليه سوقه. طب اقول لحضرتك حاجه اكيد هيحتكر وبعدين يطلع موبايلاتنا اللي معانا دي. موبايلاتنا اللي معانا ده ايه؟ ده الابن الاصغر لينكس. كل الاندرويد ده ده هو الكيرنل بتاعه النواه الانجن المحرك بتاعه هو لينكس. المصدر بتاعه مين اللي كتب البرنامج ده؟ اثنين فاضيين من بدايه سنه 82 دينيس ريتشي اللي هو مبرمج لغه السي ماشي اللي معمول بقى الانظمه كلها معظمها واللي هو ريتشارد ستينمان. هم دول المبرمجين الكبار اللي كتبوا الشفره المصدريه للينكس للجينيو لينكس. ولا اي سؤال يا جماعه؟ لو كنا احنا تبنيناه كشركه احنا شركه شرق دلتا كنا وفرنا فلوس كتير جدا من غير ما نروح ننزل الى مايكروسوفت ولا اي حتى مندوبين ليهم كنا وفرنا فلوس ملايين الجنيهات. في شركات مصر مطبقه كتير وريحت دماغها شغل العاب وشغل ومش عايزين بقى هو ليه العاب زي نظام ده والفلاشه حضرتك ممكن تشغله لايف يعني ممكن يكون ويندوز بتاعك شغال كده دي قاعده سيكك يعني ممكن شغال ايميليتور نظام فيرشن وهمي وممكن تشغله هو اللايف سيكك ديت عشان انت محترف فيه انا بتكلم انا تمام انت محترف فيه سيكك لا انا تمام شويه عشان نحط رجلين على اول سيكك ايوه اذا حضرتك مثلا انت مثلا شغال في الاجهزه انا مثلا والله مش شغال او لو سبت ان شاء الله شغال ازاي في الاجهزه اللي بيعملها بس انت حضرتك عشان انت مره في بلوتك ليه ما جاتش مليون على مدى سنين يعني برضه اعوذ بالله انا ما زلت في الموضوع ده من صغري وانا عندي 10 سنين 87 سنة 7 أو زي كنت صح أو كسب شو الكسب بداية على